إظهار دي الساحة يجي الفتوى يجيت المهرج المغربي الحسيمي الريفي أبو شيمة. أبو شيمة يجديش الفتوى ينشاري تجاي وذن يقل فتنة، فعلا يقل فتنة. سؤالي قراك، واش يجوز الانسان هذه الشغرار اغرار نربار، ماشي اغرار نربحار، اغرار نربار حرام، اغرار صافي صحاب المغرب عروي. يقل فتنة فعلا يقل فتنة، دي قضية تحريم الحلزون يعني أغرار حرام. أمو يقار أبو شيمة شني دقا يتقرخو وهو السيول أك أبو شيمة أذبين غيوذان ما أبو شيمة غاس الحق ما هو غاس الحق، لكن الأفضل السبينة ما مش يعني من غاس تغاذي النية أبو شيمة غير ميديقا الفتوايا على أنه أغرار حرام. يويد أدلة يجتهد ذيسان الميتة مات الميتة الدمان الميتتان الذبح والتحليل وما إلى ذلك، وديوي لا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الميتتان والدمان، وديوي أقوى أهل العلم وديوي إجن حاجته، وإنما يخضار إجن كلام شاذ. ما معنى الشاذ؟ يعني غريب، يقزيس للوجوه. أبو شيمة الأخ أبو شيمة الداعية الحسيمي ماشي بو يمو يتقني الفتاوى يشرع الدعوة. المسألة خميتيري خلافية جاء أهل العلم وخاص نفرض بو ويجن الرأي إلا إذا كان موافقا للدليل. أشوف مثال، مثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن من صام رمضان إيمانا، من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن غني غيزوم من رمضان ثم يستبع 6 أيام من شوال أخ ما يزوم الظهر كل عام يكمل. إمام مالك يقارش من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال فقد ابتدع يوقع ذي البدعة. واضح ما من يم إمام مالك رحمه الله باجتهاده وفي ذي الحديث فأفتى بعكس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهاد وله أجر، إن أخطأ وله أجران إن أصاب. شكت سن الفتاوى العلماء الغرار من قان غرار، علماء قان يجوز علماء قان لا يجوز. وسيت شك نهارتي ويد مسألة خلافية تفرض خيوضة قراص لا يجوز، ما دليلك؟ أولا أيها الإخوة أي مزيغن النغ أو مش نغيش القاعدة حفظت الطس خدمة الزايس، قاعدة بالإجماع، قاعدة أصولية فقهية ذي الكتاب والسنة ثقان عما سيدي، الأصل في الأشياء الإباحة إلا بنص شرعي يدل على التحريم. الأصل ما ربي ديك يا ربي العالمين حلال إلا من ديس السي والشرع على أنه حرام. واضح؟ الشراب حرام لأن يا ربي إنه حرام. أقزين دوشان المسائل حرام لأن الله سبحانه وتعالى الرسول إنه حرام. وتجيبون الشين يقان حلال او حرام، الشين وان تحجر وان تحرم، نقى سمعنا واطعنا. العلماء ان على ان اغرار حرام يخ اعتمدن السي ابو شيمه دي شن النص دي القران السنه اعتمدن خاس لا او يثي مرغاك، وانما اعتمدن على انه يغرز الحشرات. اذن ونتا اعتماد اجتهادي شخصي وجبوا مبني على نص، وهذه البوشة نص القرآن يقى بأن الحديث يقى بلي يغرر زي الحشرات. واضح؟ مسائل علمية اجتهادية. إني قانا غلى الحرام، وهذه البوشة نص يقى غلى الحلال، وهذه البوشة نص يقى بلي يغرر حلال. لأن الأصل في الأشياء الإباحة. واضح هسا أبو شيمة؟ كان واجب خاك أتيني دايم سر من قيغرر أني تبقى اختلف ديس العلماء. قادين ويقان حرام قادين ويقان حلال، اني قان حرام هل ادله نسن اني قان حلال هذه الادله نسن اتفق من باب واسع، ولكن كنيو دعاة الفتنة الإخوة المسلمين موت تقم الفتنة غاي مسلم روش نسشين بود دين نيشان، وإنما ميت حوجتك حما تقبو جاي وذان خاص نضيع الدين نسن، وهذا لا يجوز في الإسلام. شكم يتعزو زي الفتواني الأجر، الأجر تيمين العلماء وقابو من عندك شكو جيبو العالين ولا حتى داعية يعني متمكن سدعونش كله ضحك ولاعب واضح.
العلماء إنن على أن يغرر حرام. اعتمد نخيج نحاش على أن الحلزون من الحشرات فقط. إنت أبو حازم، أبو حازم الأندلسي، إنت إمام أحمد، إنت بعض أهل المذاهب. الكلام هو، ولكن هذه مش دليل التحريم على أنه حرام. واضح؟ أما إني قال حلال، أغلال حلال، أصل في الأشياء الإباحة، إنت إمام مالك، وهذا المذهب المالكي يكمل، إنت العصر هو الإمام الألباني، إنت الإمام بن عثيمين، إنت الإمام بن باز، إنت الإمام صالح الفوزان، إن مرة قان على أن أغلى الحلال، ما يمكن أغلى الحلال واخذ عن شغل الكلام العلماء نغني، لأن الكلام العلماء نغني واعتمد بوخ الحديث ولا خص ولا خ القرآن، وهذه مش النص يتحرم واضح؟ إني قان حلال تعتمد خلال قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. ما راه حرام او يعيد بان يغنى الحرام. وش حرام دين الدليل؟ اقزين حرام دين الدليل؟ ققري وحرام دين الدليل؟ ها؟ اشعر حلال؟ حلال دين الدليل؟ يفيس حرام من الحلال دين الدليل؟ فاذا الشين وانت حلال وانت حرام. على الاقل إني الفتوى همين قانين همين قانين الجين شذي خضاء الجمعة شذي خضاء لأن المسائل الفقهية المختلف فيها ويبني البخ الدليل أقش حر يشتي مزيد خصر واضح وش مثال إمام مالك المالكية يقعنا شخ مغاد كاد الظلت إلى علم شتنا الرجيم فيه كراء لا يجوز إمام أحمد قالش سنة أتي لدى علم شتنا الرجيم إمام الشافعي قالش واجب أتي لدى علم شتنا الرجيم الإمام أبي حنيفة النعماني قالش ليس واجبا ولا سنة قلت نوات قلت واتبو الأجر أمو غذين ذي وذن تدي خضامين يخسى تشتي تشتي مرغاس العلم يكسس مني قان أنها سنة لأنه ثبت أخر رسول الله أنه إن عظم اشتنى الرجم ذي الصالح وكسي غزي إمام مالك ولا زي الشافعي ولا زي أبي حنيفة بالنسبة يجني غرا إيش نوع السين شاع عمي أبش نوي وذن مارات نيدس نفتوه نسا من قفرة من قفرة من قفرة أنت يختار ما يشاء يستفتى وكتو شكل فتوى تحارم هذيك نحاش وتي حارم ان شاء الله سبحانه وتعالى ثم تنتهي الكلام غاون كاتين بانه حرام هذا لا يحق لك في وين الدليل ان الله سبحانه وتعالى او ان الرسول صلى الله عليه وسلم احل لنا الدمان واحل لنا الميتتان الميتتان هي الجراد والسمك والدمان هي الطحال والكبد ما العلاقه الحديثه كو غير اغرالك ستي دي الداق ماشي ستي دي موت نطات الناس ماشي ليست بميته ليست بميته أغرر باش يبود الميتة حي ما تكش المثال على أنه ميتة، من ربي تريد ميتة ما لا تسغي الدغرة، باش تقلت مغارين نو، تقلت دي سامان يتوف سوامان ومن بعد ياخذ يتفقد، أغرر يدي فوني الدار قد تقلت أغرر يدي جنوا دي فيغ شي موثا قنطانت، وهذا الميتة ما لا تشي الوا حرام، اتفق معك، ولكن ويت داني تبوعي تقع هذاك الرحيو، وغاس حكم النغني، ومرمي غاس ميت نغاد جميت حكم الطهي، باش تقلت لنا أنا أغرر. ما لقيت قوماني صمادن فنضات قيت خبوتا كاز هذا منخاني قد اختنقت قيت اختنق قيت اختنق قال مين مو صافي موز انت هذا لا يجوز واضح اما مالتك الطريقه تقني مسر من ماشي لنا الشيخ ابن عثيمين انه اكل يطهى تقدا ما نرد من مليح بسم الله فنطات دينا غير يموت ما يمشي يموت يعني يذكى صافي يموت الدليل كان انا يشقى الجرد اليس الجرد حلال إذا متى يؤكل الجارد؟ مش غاك ما تحتش الجارد يري موث قد الجارد ويتمتي شدغية واتمنى على ذلك تحبوش تكوش التفذي الداري يطو إذا الجارد مش غاستق الصحابة كان يجمعون الجارد وكسين جارد نطعن تخرم جماعة مسيا مني الدار صحان راقنت التتنت أتني العوضة الميتة محروقة ولا يحرق بالنار إلا الله ونعم لا يحرق بالنار إلا الله لكن والطريقة هي شرعية شرعية الإسلام باش الجارد تشل حتى تسحاق منها تشل كذلك أغرارة حتى تسمو الطريقة أني واحد سبقوا ما نتنقل أش بعد خنينا نحو الحين ماش تفهم أغرار الربحاني قال حلال شك الأصل فيه الحلال لأن الحديث ربحا خميت غاز السنو مش تقسن أني توما أغرار الربحا يدا تكستي يدا خميت غاز السنو ما ترجي دار ديمث ما ترجي دا تسخن قل ماش تسخن قل لابد تقل قوامانين وانا ديم اما تقول قمان سما قوايت نمي قلت قمان سما عاود هذيك قيمه هذه حمى هذه حمى قصح قد استختنقت واضح فين السي خابو شيماء
ديك اللي نهاتي تنيل على انه يخصص غاصد قطع غاصد باش تسوف غدي دم اغرار ولا سبوي دم اغرار لا يشطات استغاصد ما يشطات ويدلل على انه استغاصد انا ماشي سقان الجارة دي تويد كمثال تويد كلام الإمام مالك قال استعز الدار ليس إمام مالك ينتقنها تصنع واش تعليم تقى إمام مالك إمام مالك مسكين تعليم ذاك ذاك التنطوح ويد غيسر غاسي يمسح قينات إمام مالك من إن إمام مالك من قال المالكية وجيبو كيف كيف ما رخص حتى غادي الكتاب ذي سنة مجلدات وريخنش أقدر أنت نتقانس مخالفة المالكية لإمام مالك أكثر من 70 مخالفة لا ذي العقيدة لا ذي المنهج لا ذي الفقه لا ذي الأخلاق أول اثنين قا إمام مالك وجي إمام مالك لا قاين هذه المدونة مدونة كتبت خلف إمام مالك أحاديث الرسول ما قاين غانق عاد 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 ميوادي قاب بالعالمين من الإمام الألباني صح أحاديث من صح إيرقش غانق عاد أحاديث ضعيفة ما زلت ندخل خاصة تحسكي أقوى العلماء كاين يا أبو شيماء الواجب خاك أتعتاد هذه وذا ناس انتيني ذو ضيق الكلام يقرا ابو العصماء نيشان قال مساله خلافيه بعض العلماء قال حلال بعض العلماء قال حرام اني كسيس العلماء قال حلال احد الشن اني خصني قال حرام يعني احد احد اتحرم لكن اتحرم من عندك لا يجوز لك التحريم قديره قديره كني ما يمرش الفتوى شاذه ليش المشاكل حتى تكشمي عوض الله ما تسكى بحاريض او نقطع حرام يعني تحرم ما احل الله او تحلل ما حرم الله سبحانه وتعالى شكلنا وجر ان شاء الله تعالى ك الفتوى اني نجو بيضا صغا ونكا ان شاء الله تعالى تسرم حي ما تسمع على انه واش غادي يخشى صغاري وانما كلام ابو شيماء ان شاء الله سنين دقيق وينتشر كانتشار النار في الهاشي ابو شيماء يغلط الاخوان اغراب حلال يا اخوان وهذه البوثي حرام لا الكتاب ولا السنه واجتهادات من وزان يقال بلي حرام اغرار دي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان غير معروف الصحراء ولا سبوغ حتى يحلله أو يحرمه وإنما يجل مسألة فيما سكت عنه الشرع فما الذي النغام قاعدة أصولية قال على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا بنص شرعي يدل على التحريم هو العقيدة القاعدة أن يطبق ذي المسائل وإلا أن فارب شيء ما تفتشري مويا غير معروفة وخسبوش حكم شرعي أتفذ لفوك غير معروف وخسبوش حكم شرعي أتفذ مسائل كثيرة غير معروفة وخسبوش حكم شرعي فإذا مسائل ثينا العلماء خز عن دي سنت سنصوهم دي ويو شو القاعدة يا المتفق عليها الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها لا يعلمها كثير من الناس تلقى الأمور المتشابهة علمها عند من عند العلماء شمال فشل العالم الخوي توي الدليل قال أنه أغرر حرام أنني حرام توادي مش العالم ذي الزمن ويبقى أغرر حرام إلا من اعتمد على ما اعتمد عليه وني تومقان ابو شيمة ابو شيمة دروس يعني معروفه دروس فتنه دروس الحج دروس القصات دروس النيرار وهذه مش انا يعني العلم مش غالي شو كنا ممكن ننصح شو الزيس انا لا انصحكم بالسمع والاستشهاد وهذه تيوب المسائل غير ينفع الامه تيوب مسائل تقل خلاف جاء الامه هذه قمن غير جاي وذا وهذه يعني دعاة الفتنه قيم ويقي وتلعب اسمون فلان وفلان يكفيها الانسان مقان ابو شيمة يدق الفتوايا ثانيه فاذا شو كنا ننصحوا شاد سنتمي السيده ومقان ابو شيماء ونخصش العلم علماء موجودين الحمد لله معروفين اهل السنه والجماعه اني قال الله وقال رسول الله واضح اذا الاخوه جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.